دلوقتي معنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، وابرزها انطلاق مؤتمر العمل العربي في دورته ال 49 بالقاهره بمشاركه وفود 21 دوله. كمان النهارده في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ بحضور 5 وزراء لعرض المشروعات الخاصه بالطاقه الشمسيه. ايضا مباريات مهمه هتتلعب النهارده في الدوري المصري والمباراه الختاميه للجوله 37 في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، وهتستمر لحد يوم 29 مايو، وتترأس موريتانيا أعمال هذه الدورة اللي بيشارك فيها وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أو من يمثله وممثلي المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. النهاردة هتستضيف مدينة شرم الشيخ مؤتمر صحفي لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تتعدى 40 ميجا وات بحضور وزراء البيئة والكهرباء والسياحة والأثار والتجارة والصناعة والطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء وأليساندرو فراكازيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي الاتحاد السكندري مع المصري الساعة 7 بالليل، الساعة 9:30 هيلتقي كل من الزمالك مع الداخلية والمقاولين مع طلائع الجيش. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الختامية للجولة 37 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل.